السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. ومرحبا بكم في درس جديد. اليوم غاد نخدم معكم هذا الدرس مغلف كيجي أنيق، والخدمة ديالو سهلة وبسيطة، يعني ما كتطلبش شي وقت أو لا شي تركيز، غير تبعوا المراحل. هنا غادي نركب الخيط ديالي على هذا الشكل، وكنعمل ضربة في الثوب لهذه الطريقة، وكنرجع نلوي على الإبرة جوج لويات او ثلاثة على هاد الشكل، وكنعمل الدرس ديال واحد. هنا كنرجع نعمل هاد الغريزة عليه، وكنرجع نفس العين ديال الدرس كنعمل فيها كذلك ثلاثة ديال اللويات، وكنرجع نعمل غريزة على هاد الشكل. الى لاحظتوا معايا هنا غادي نحسب العين الاولى او الضربة الاولى، الضربة الثانية، وهنا الضربة الثالثة كنعمل فيها غريزة على هاد الشكل. وفي هذا الخيط هنا البنات كنعمل جوج ضربات، والضربه الثالثه كنعمل فيها غريزه. هنا رجعت لهذا الخيط كنعمل فيه ثلاثه ديال الغريزات على هذا الشكل، وكنرجع لهذا العين ديال الطرس كنعمل فيها الغريزه الرابعه. هنا غادي نرجع مع هاد ثلاثه او لا اربعه ديال العوينات، كنعمل فيهم كل عين كنعمل فيها غريزة حتى يتكونوا لي أربعة ديال الغريزات. وهذه العين الأخيرة عملناها زيادة باش تعطينا الغريزة الرابعة. هنا كنضرب في الثوب، وكنرجع لهاد العين هنا بين الثوب وهاد الخيط كنعمل فيه غريزة، هذه زيادة. وهنا كنرجع مع كل عين كنعمل فيها غريزة على هاد الشكل، وهنا كنرجع كذلك مع هاد العوينات كنعمل فيهم كل عين كنعطيها غريزة حتى كيتكونوا عندي خمسة ديال الغرز. هنا في هاد العين كنعمل الزيادة دائما، وهنا غادي نضرب في الثوب وكنعمل الزيادة. هانتوما لاحظوا معايا كتكون هنا واحد العين بين الثوب والخيط كنعمل فيها غريزة، وكنرجع مع هاد العوينات كنعمل فيهم كل عين كنعطيها غريزة. وهذه العين الأخيرة كنعمل فيها غريزة، لاحظوا معايا هنا كنرجع للعين الأولى نعمل غريزة، وهذه الثانية، وهذه الثالثة، وهنا بقاو لي ثلاثه ديال العوينات. غادي ناخذ العين الرابعه كنعمل غريزه، وغيبقاو لي جوج غريزات، يعني جوج عوينات. هنا كنحسب العين الضربه الاولى والضربه الثانيه وهذه الثالثه، وكنبدا الدرس الثاني. هنا البنات الى بغيتوا هذا الدرس يبقى سامبل بلا ما تغلفوه، فيمكن لكم تخدموه سامبل. بغيتو تغلفوه كيف ما درت ليه انا فيمكن لكم. بغيتو تعملوا الشوكه عليه، تعملوا الشوكه على الدرس كامل فيمكن لكم. وهنا بنفس الطريقه كيف ما عملت مع الدرس الاول غادي نعمل مع الدرس الثاني. انا دائما كنعمل الزياده باش ما نبقاش منحاصره في ثلاثه او اربعه ديال الغرز، كل مره كنعمل الزياده بس الدرس ديالي كيتم غادي ويكبر. بالنسبه لهذا الدرس الا بغيتوه كبر من هكايا فيمكن لكم تزيدوا الغرز اللي بغيتوا. وهذه الضربه ثالثة، فإلى لاحظتوا معايا دائما كنعمل ثلاثة ديال الضربات في الثوب صافي، ما كنبقاش نرجع للثوب. هنا كنبقى خدامة بنفس الطريقة، يعني كل عين كنعمل فيها غريزة على هاد الشكل. والدرس كيبقى غادي متساوي
هنا كنخلي جوج غريزات، كنعمل ربعة ديال الغريزات، وهنا كنخلي جوج غريزات، وفي الثوب كنعمل ثلاثة ديال الضربات، كنحسب العين الاولى ولا الضربة الاولى، الضربة الثانية والثالثة، كنعمل فيها غريزة على هاد الشكل. وهذا هو الشكل ديال الضرس ديالي. وهنا غادي نبدا معاكم التغليف ديالو. غادي ناخذ في هاد العين ديال الضرس الثاني اللي عملت، كندخل الابره ديالي على هاد الشكل بعد ما خديت اللون الثاني. الا بغيتو تعملوا غير اللون في اللون فيمكن ليكم، وتدخلوا لون ثاني فيمكن ليكم. هنا غادي نعمل هكايا يعني هاد الحبكه على هاد الضرس او التغليفه. وهنا لاحظوا معايا كناخذ هاد العين الاولى اللي في الراس ديال الضرس، وكنلوي على ليبره ثلاثه ديال اللويات باش تعطيني هاد الشوكه، وهكايا هاد التغليفه ما تخرجش لي من الضرس. فإلا بغيتو كيف ما قلت لكم الشوكه، فيمكن لكم تاخذوا الراس ديال الضرس وكتخدموا عادي. بغيتو هاد التغليفه فيمكن لكم. هنا كناخذ هاد العوينات اللي كيكون اللي خدمتهم على الخيط في الاول، كل عين كناخذ فيها تغليفه على هاد الشكل. هنا كذلك العين الثالثه كناخذ ثلاثه ديال التغليفات او الاربعه على حساب. هنا خديت اربعه ديال التغليفات على هذا الشكل، وهذه هي التغليفه الرابعه. فلاحظوا معايا كيفاش غادي ندوس للطرس الثاني. هنا كناخذ هذه العين الاولى اللي عملت في الطرس، وكندخل فيها الابره عادي، ما كنعمل لا غرزه والو، كندخل الابره ديالي على هذا الشكل، وكندور الخيط على نصف حلقه على هذا الشكل، وكنرجع لهاد العين، كندخل الابره من الوسط، وكنجر الخيط ديالي على هذا الشكل، وناخذ هاد العين الاولى او اللي في الراس، وكنلوي على الابره ثلاثه ديال اللويات على هذا الشكل. كنرجع نعمل هاد الغريزه على الضرس، ونبدا نغلف عادي في هاد العوينات اللي عندي، كنعمل فيهم تغليفات على هاد الشكل ثلاثه او الاربعه قياس اللي بغيتو. وهنا بعد ما عملت اربعه ديال التغليفات، كنرجع لهاد العين، كنعمل كندخل الابره باش يثبت ليا هاد الخيط اللي عندي، وكندوز للضرس الموالي بنفس الطريقه. وهنا كنبقى خدامه بنفس الطريقه. بالنسبه لهاد الخيط اللي خدمت به، كان عندي مبروم، يعني مبروم ديال الخدمه ماشي ديال الطرس. فكيف ما كتعرفوا ديال الطرس دائما ما كنبرموش بزاف باش يعطينا التغليفه تكون مقاده وباينه. وهنا هذا هو الشكل النهائي ديال الضرس ديال اليوم. كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.